على انطلاق هذا العرس الثقافي الكبير اللي كتشهدوا سنويا مدينه العرائش. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اليوم انطلاق مهرجان العرائش الدولي للثقافه والتراث والفنون في دورته الثامنه تحت رعايه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ويصادف عيد العرش المجيد، وهذا الكرنفال يعد هو مفتاح المهرجان. نحن فرحين جدا بهذه المدينه هذه اللي هو الكرنفال، غادي يكون من احسن الكرنفالات اللي دات في الدوره الثامنه، وطبعا الجمهور العرائشي هو اللي غيعطي الابتسامات ديالو في هذا الكرنفال، وحنا كل ما بوسعنا هو نفرح سكان مدينه العرائش ونواحيها في هذا الكرنفال. وشكرا اخ. من خلال الابتسامات الاوليه لبعض المواطنين يعني عبروا على الارتياح ديالهم على المشاركه الواسعه، واعتبروا بان مهرجان عبد الصمد الكنفاوي اللي هو مهرجان الدولي للعرائش هو يعني قنطره لتنميه هذا التراث. والله احنا كنحاولوا ما امكن هذه المدينه هذه نبينوها عالميا ودوليا. مدينه والحمد لله مدينه العرائش بدات كتبان في دول اسيويه واوروبيه، وفي هذا المهرجان هذا كنبلغوا رساله للعالم بان احنا موجودين في هذه المدينه هذه، وحنا فرحانين بهذا المهرجان هذا، وهذا انا اسميه عرس مدينه